برضو شهر 3 اليوم العالمي لمتلازمة الدم ويوم المرأة، فلازم برضو نشكر قصة نجاح مرأة اسمها انتصار الخطيب، لأنه حضرتها من أهم السيدات اللي بيرعوا متلازمة الدم. تفضلي ست انتصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بشرفني أني أكون ضمن هذا الوجود الطيب ضمن هذه النخبة. شكرا لدعوة حمادة. أختكم انتصار عادل خطيب. أنا أخت لاثنين من متلازمة الدم في عائلتنا. أخي أيمن اشتغل في مصانع سوفت للورق الصحي لمدة 15 سنة، عاش 52 سنة، وأخي أمجد الثاني توفى الله عن 47 عاما، اشتغل أيضا بالمنسوجات وبالنول مع المؤسسة السويدية، وتوفاهم الله، لكننا نحن كأسرة كعائلة اجتمعنا كلنا على إنه إحنا نقدم رسالتها وفاء وانتماء للمتلازمة الدم، لأنهم أهلنا، يعني هم إخوتنا، هم أحبتنا، هم أبنائنا. فقمت بعام 2013 بتأسيس مبادرة عن متلازم الدم، اسمها متلازم الدم معنا حياتنا لها معنى. الحمد لله. يعني احنا نعرف بمتلازم الدم. هذا الستاند الموجود بيعرف انه هي ما هي مبادرتنا عائلية تطوعية. كل العائلات الموجودين معنا هم اهالي متلازمة الدم، فإحنا بنحييهم، إحنا بنهنئهم بهذا اليوم في اليوم العالمي لمتلازمة الدم. كل سنة تتخذ جمعيات العالمية شعار العام هو الدمج، فموضوع الدمج إحنا بنحققه اليوم في هذا المكان، وجودنا بهذا المسرح، وجودنا مع هذه المبادرات. شكرا لأخت سمر لهذه الدعوة، شكرا لمصر الكبير. إحنا بصراحة نسعى من خلال الدمج المجتمعي بكافة أشكاله حتى في الأسرة. يعني أنا بدي أحكي من منطلق من البيت، يعني ما بنخفيكم إنه بعض العائلات جهلاً خجلاً لأي سبب ما، يمكن لأنها أحياناً لا تتوقع من متلازمة الدم الإبداع. لا، إحنا عندنا متلازمة الدم تتميز بأنهم قابلون للتعليم، فهم مؤهلون أن يدخلوا المدارس وأن يتعلموا ويندمجوا، والدمج هو أشكال، والأهل أقدر الناس على أن يعرفوا أفضل طريقة للدمج. يعني عندنا الطفلة اللي كانت واقفة هون هي بمدرسة حكومية، فيعني أولادنا يجب أن ينخرطوا في كافة مناحي. طبعاً أيضاً أبناؤنا قادرون عن العمل. عندنا احنا قسم للتشغيل والتوظيف، نحن نقدم نماذج قدوه، نحن نفتخر ونعتز بها، نحن افخر بهن ووجدنا لانهم هم من اوجدونا، هم من عرفوا علينا، فنحن نعتز ونفتخر بهم. الان حابه اقدم قصه نجاح اذا بدك، يعني اذا في مجال، اختنا ام محمد كفاوين، طبعا هي عضوه، زوجها عضو في فريق المبادره، الأم هي معلمة. طبعاً بنحب كمان نهني الأمهات، أمهاتنا هي المرأة، هي الأم، هي أيضاً الأم لمتلازمة الدم. فبدنا نعرف بأختنا أم محمد كفاوين تحكي لنا قصتها. لأختنا محمد سعيدة فيهم كثير، هم نكهة بيتنا،
جدا في عمله، بيشتغل في مطعم ماكدونالدز، كلكم تفضلوا كلكم فرع الجاردنز. بمناسبة موضوع العمل بدنا نحكي له او نطلب من مطاعم حماده انه الاحتفال القادم يكون في موظفين من مطاعم حماده من متلازم الدعم ان شاء الله. ويبس السمر والاداره مطاعم حماده اولادنا زي ما حكينا خليهم يشتغلوا في مطاعم حماده وراح تشوفوا انتاجهم وابداعهم الرائع. ان شاء الله السنه القادمه مثل هذا اليوم بنكون موجودين مع قصص نجاح من شباب وصبايا متلازم الدار بيشتغلوا في مطاعم حماده ان شاء الله تعالى. رحبوا فيكم صبايا البنات الحلوات.